السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1. ready get set go، ready get set go. وطبعا المرة اللي فاتت كنا اخدنا اهم الكلمات وبعض الجمل، والنهاردة هنشرح جزء من الكتاب، والجزء ده خاص بالوقت او بالتايم، ازاي بنعرف نقرأ الوقت على الساعة، وازاي بنعمل الحاجات المختلفة بتاعتنا في اوقات مختلفة during the day او خلال اليوم. واول حاجة عندنا في page number 3 في الكتاب هنا، busy bee بتقول لنا look انظر listen اسمع and say and say وقل. فاحنا هنقرأ الجمل المكتوبة في الديالوج او في المحادثة اللي موجودة قدامنا، وعايزكم تقولوها معايا مرة تانية بحيث ان انتوا تبقوا قادرين بعد كده ان انتوا تقروها لوحدكم. فهنا عندنا اول حاجة في ديالوج صغير كده او محادثة صغيرة كده بين مس سارة وهاني. فمس سارة بتقول لهاني good morning هاني، good morning يعني صباح الخير هاني، يا هاني how are you، how are you كيف حالك، good morning هاني how are you. فهاني بيرد عليها وبيقول لها good morning صباح الخير مسز سارة، صباح الخير يا مسز سارة، يا استاذة سارة، صباح الخير يا أستاذة سارة. I am fine أنا بخير، thank you شكرا لك. Good morning Mrs. Sarah. I am fine thank you. تحت الصورة It's 7 a.m. a.m. هنا بمعنى صباحا، الساعة 7 الصبح. It's 7 a.m. It's time for school. It's time for school. إنه وقت المدرسة، الوقت الخاص بالمدرسة. It's 7 a.m. a.m. يعني صباحا، عكسها طبعا p.m. p.m. يعني مساء يعني بعد الظهر. طبعا التوقيت الصباحي بيبدأ من اول ما تعدي الساعة 12 منتصف الليل، يعني الساعة 12 منتصف الليل بعدها بدقيقة واحدة بيبدأ التوقيت الصباحي اللي بنقول عليه a.m. فلما نقول 7 a.m. يعني الساعة 7 الصبح. It's time for school، انه وقت المدرسة. في الديالوج التاني ده مس منى بتكلم يوسف، فبتقول له good afternoon يوسف، good afternoon يوسف. good afternoon دي اللي هي تحية بعد الظهر، اللي هي التحية اللي بنقولها لبعض بعد الساعة 12 الظهر. فيما معنى مساء الخير يا يوسف، how are you، how are you كيف حالك. good afternoon يوسف، how are you كيف حالك. فهو بيقول لها good afternoon مساء الخير مس منى، مس منى يا مس منى، I am fine thank you، I am fine thank you أنا بخير شكرا لك. good afternoon مس منى، I am fine thank you. ولازم نعرف يا أصحابي الفرق بين مس ومسز. مس M-I-S-S بنقولها للسيدة أو البنت الغير متزوجة يعني الأنسة. مس فهو بيقول لها مس منى، يعني هي مس منى دي هي انسه، سيده غير متزوجه صغيره في السن لسه ما اتجوزتش. اما مسز ساره ام ار اس فهي امراه كبيره متزوجه، وهو عارف ان هي متزوجه. مسز ساره، مسز هنا معناها ان هي ست كبيره متزوجه مدام يعني، فلازم نبقى عارفين الفرق بين مس ومسز. وطبعا مكتوب تحت الصورة التانية It's 2:30، 2:30 اتنين ونقطتين وبعدين 30 اسمها 2:30 p.m. p.m. بعد الظهر، الساعة 2:30 بعد الظهر. It's 2:30 p.m. It's time to go home. It's time انه الوقت، to go home ان هو يروح البيت يروح. It's 2:30 p.m. It's time to go home. وفي الديالوج التالت ده يا أصحابي مكتوب هنا Good evening. Good evening. مساء الخير. هانا، يا هانا. How are you؟ كيف حالك؟ Good evening. مساء الخير. هانا، يا هانا.
How are you? كيف حالك؟ فهي بترد وبتقول Good evening Mr. Ahmed. Mr. Ahmed يا أستاذ أحمد. I am fine, thank you. I am fine, أنا بخير, thank you, شكرا لك. Good evening Hannah. How are you? Good evening Mr. Ahmed. I am fine, thank you. I am fine, thank you. أنا بخير, شكرا لك. ومكتوب تحت الصورة It's 7 p.m. It's 7 p.m. الساعة 7 مساء. طبعا التوقيت المسائي اللي احنا بنقول عليه p.m. مساء ده اللي هو بيبدأ بعد الساعة 12 ظهرا، ده اسمه p.m. p.m. يعني مساء، زي ما قلنا من شوية a.m. أو صباحا بيبدأ من بعد الساعة 12 بالليل، أول دقيقة بعد الساعة 12 منتصف الليل ده بيبقى أول دقيقة في توقيت a.m. أو التوقيت الصباحي. p.m. أو التوقيت المسائي بيبدأ بعد الساعة 12 بعد الظهر، فهنا مكتوب It's 7 p.m. الساعة 7 مساء. Dad has arrived. Dad أبي has arrived. لسه واصل home البيت from work. From work من العمل، لسه راجع من شغله. Dad has arrived home from work. مرة كمان It's 7 p.m. Dad has arrived home from work. وكده احنا عرفنا ازاي ان الاوقات المختلفة during the day او اثناء اليوم بيحصل فيها حاجات مختلفة. طبعا تاني حاجة عايزين ناخد بالنا منها في البيج دي ان طبعا الساعة الانالوج كلوك او الساعة العادية اللي فيها عقارب بتعبر هنا عن الوقت 7 a.m. هي بالظبط 7 p.m. يعني الوقت اللي هو كان رايح فيه المدرسة، العقرب الطويل على رقم 12 والعقرب القصير بتاع الساعات على رقم 7 او على نمبر 7 في نفس الوقت PM 7 PM. لما باباها رجع من الشغل الساعة فيها نفس القراية، العقرب الطويل على نمبر 12 او على رقم 12 والعقرب القصير او الشورت هاند على 7 على نمبر 7 او على الساعة 7. فالانالوج كلوك او الساعة العادية ما بتوضح لناش الوقت ده AM ولا PM، احنا اللي بنعرف لوحدينا لما بنشوف الوقت دلوقتي ليل ولا نهار. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 4 وفيها لسه بنكمل مع التايم او الوقت وازاي بنقرأ الساعة. Busy Bee بتقول لنا هنا read and say. read اقرأ and say وقل. فطبعا اول صورة هنا الساعة فيها برضو الساعة 7 o'clock الساعة 7، عقرب الطويل على 12 والعقرب القصير على 7. وهنا صديقتنا اللي في الصورة بتقول I get up. I get up انا استيقظ. get up يعني يستيقظ at في 7 o'clock. 7 o'clock الساعة 7. يبقى مرة تانية I get up at 7 o'clock. في الصورة التانية يا أصحابي الساعة موجود فيها الشورت هاند أو العقرب القصير على 7 والعقرب الطويل أو اللونج هاند اللي هو بتاع الدقايق على 6. فهنا 6 طبعا يعني الساعة 7:30 الساعة 7:30 نص يعني هاف. فهنا بتقول I eat أنا أكل my breakfast إفطاري at 7:30. half past 7 يعني الساعة 7:30. half past 7 half past يعني ونص 7 7 يبقى الساعة 7:30. أي ساعة من الساعات سواء كانت 1 2 3 4 لو هي ونص بنقول half past وبعدين نقول رقم الساعة فبتبقى الساعة كذا ونص. half past 7 يعني الساعة 7:30. half past يعني ونص. مرة تانية I eat my breakfast. I eat my breakfast at 7:30. أنا بأكل الإفطار بتاعي الساعة 7:30. في الصورة التالتة يا أصحابي العقرب الطويل أو اللونج هاند بيشاور على نمبر 12 والشورت هاند أو العقرب القصير بيشاور على الساعة 8. فالساعة دلوقتي 8. مكتوب هنا I walk to school with my mom. أنا بمشي للمدرسة with my mom مع أمي
at 8 o'clock. At 8 o'clock الساعة 8. يبقى هي بتروح بتمشي هي ومامتها عشان تروح المدرسة الساعة 8. مرة كمان, I walk to school with my mom at 8 o'clock. في الصورة الرابعة يا أصحابي, الشورت هاند بيشاور على نمبر 1 أو على الساعة 1, زي ما قلنا إن العقرب القصير أو الشورت هاند بيشاور على الساعات, واللونج هاند بيشاور على الدقايق. فلما يبقى اللونج هاند ده على رقم 12, تبقى الساعة بالظبط 1 أو 2 أو 3, مفيش أي دقايق جنب الساعة دي, فهنا الساعة 1. فهي بتقول I have lunch, I have lunch, أنا عندي غدا at 1 o'clock. At 1 o'clock الساعة 1. I eat sandwiches, أنا بأكل سندوتشات. And I drink water, I drink water, بشرب مية. مرة كمان, I have lunch at 1 o'clock, I eat sandwiches and I drink water. الصورة اللي بعد كده فيها الشورت هاند أو العقرب القصير بتاع الساعات بيشاور على نمبر 4, واللونج هاند بيشاور على نمبر 6 أو على رقم 6, وزي ما قلنا من شوية إن لما العقرب الطويل أو اللونج هاند بيشاور على رقم 6 أو على نمبر 6, تبقى الساعة دلوقتي ونص, ونص يعني half past, half past. فمكتوب هنا تحت الصورة I play tennis, أنا بلعب التنس after school, بعد المدرسة at half past four, at half past four الساعة 4:30. I play tennis after school at half past four. وفي الصورة number 6 هنا الشورت هاند بيشاور على number 5 يعني الساعة 5, واللونج هاند بيشاور على number 6 يعني الساعة 5:30. ومكتوب هنا تحت الصورة I go home, أنا بذهب للبيت, أنا بروح at half past 5, at half past 5 الساعة 5:30. I ride my bike, I ride my bike, أنا بركب العجلة بتاعتي. I go home at half past 5, I ride my bike. مرة كمان, I go home at half past 5, I ride my bike. وبكده نكون أخدنا الجزء الخاص بالتايم وبالساعة, وعرفنا يعني ايه half past يعني ونص, وعرفنا ان خلال اليوم حاجات كتير بتحصل في اوقات مختلفة. ونتنقل للجزء اللي بعد كده, خليكم معايا ونروح لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6, وفيها صديقتنا داليا بتتكلم عن نفسها وعن هير فاميلي او عن اسرتها. فهنا بيزي بي بتقول لنا listen, استمع, read, اقرأ, and write, واكتب. صديقتنا داليا اللي صغيرة اللي في الصورة دي مكتوب تحت منها داليا بتتكلم عن اسرتها, تعالوا نشوف بتقول ايه. بتقول my name is Dalia, my name is Dalia, اسمي داليا. These are my parents, these are my parents, هؤلاء والدي, هما دول بابا وماما. These are my parents. My mom has curly brown hair, my mom, أمي, has curly brown hair, عندها شعر مموج وبني, لونه بني وشعر مموج. My mom has curly brown hair. My dad has short black hair. My dad has short black hair. أبي عنده شعر قصير لونه أسود. فمرة كمان, My name is Dalia. These are my parents. My mom has curly brown hair. My dad has short black hair. وبتقول لنا كمان, These are my grandparents. These are my grandparents. هؤلاء جدي وجدتي. Grandparents يعني الجد والجدة. My grandma, my grandma جدتي. And grandpa, and grandpa وجدي. Have gray hair. عندهم شعر لونه رمادي يعني في أبيض وأسود مع بعض. My grandma and grandpa have gray hair. My grandpa is tall. My grandpa is tall. جدي طويل. جدي طويل. My grandma جدتي
wears glasses. Wears glasses يعني بترتدي نظارة. مرة كمان, these are my grandparents. My grandma and grandpa have gray hair. My grandpa is tall. My grandma wears glasses. وآخر حاجة بتقولها لنا صديقتنا داليا, my grandparents have five grandchildren. My grandparents, جدي وجدتي, have, لديهم, five grandchildren. Grandchildren يعني أحفاد, عندهم خمس أحفاد. I have one brother, أنا عندي أخ, and one sister وأخت. I have two baby cousins, وعندي اتنين من أولاد أو بنات عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي. يبقى هي عندها أخ وأخت وعندها اتنين قريبها, يا إما بنات أو أولاد عمامها أو خلانها. وعرفنا إن cousin يعني بنت أو ابن العم أو العمة أو الخال أو الخالة. مرة تانية, my grandparents have five grandchildren. I have one brother and one sister. I have two baby cousins. وبكده نكون عرفنا الأسرة أو الفاميلي بتاعت صديقتنا داليا, عرفنا أفراد العيلة المختلفين وعرفنا صفاتهم الشخصية. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة, وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وتابعونا دايما علشان هنشرح المنهج ده على طول, هناخده اجزاء ورا بعضها على طول. عايزكم تذاكروا الدرس اول باول. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان, وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.